أولى فقراتنا الصباحية أو الثاني فقراتنا الصباحية فرح رح تكون مع الزاوية الصحية من المجال الطبي. فكثير من المشكلات الصحية بتبدأ من عادات الغذاء الخاطئة أو جفاف الفم خلال فترة الصيام، والنتيجة مشكلات صحية كثيرة بالفم والأسنان. رح نخوض بتفاصيلها لنعرف كيفية الوقاية منها مع الدكتور عبد الرحمن الجعفري، أخصائي بمجال علاج الأسنان والتجميل. رمضان كريم، يسعد صباحك. رمضان كريم عليكم، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، نورتنا اليوم. صباحك فرح. يعني اليوم عم نحكي عن شهر رمضان المبارك وحالة الصيام يلي بيتبعها يمكن كثير من المشكلات الصحية وبعض الشكاوي اللي ممكن تجيك واستشارات كثيرة، فخلينا نحكي عن أبرز هي المشكلات. هلا أنا بحس إنه أكثر مشكلة ممكن تواجه الصائم برمضان هو رائحة الفم الكريهة. هلا اللي بدنا نحكي إنه نحن فينا نعتبر رائحة الفم الكريهة هي مانا عرض، يعني مانا مشكلة حقيقية متعلقة بالصائم، ولكن نحن لازم نستغلها وكأنه هي دليل على وجود مشكلة أخرى إما داخل الجسم أو داخل الفم، ولكن بسبب الصيام وجفاف الفم صارت تظهر أكثر، صرنا نلاحظها أكثر. عادة نحن بنفيق بشكل طبيعي، بنفطر أو بنشرب قهوة أو بنشرب هيك قصص، بنغير طعم التمنة بطريقة أو بأخرى فما بنحس. هلأ الصائم صار بحس أكثر، فمعناته صار في عنده قدرة على أنه هو يعرف أنه عنده هالمشكلة، بس بنضوي عليها أكثر بسبب الصيام. فلازم يحلها، لازم يعرف سبب الرائحة الكريهة بالفم، لازم يحلها، لأنه اليوم في عندنا بعض المشاكل اللي ممكن تواجهنا العلاقة بأمراض جهازية، يعني أمراض العلاقة بالجسم أهم بكثير من أنه تكون مشكلة بالتم. نحن أكيد عندنا مشاكل بالفم فينا نحلها بسهولة، ولكن هلا خلال حديثنا رح نحكي عن المشاكل اللي ممكن تكون بالجسم واللي تكون فقط رائحة الفم الكريهة قادرة أنه هي توجهنا باتجاه استقصاءات أكثر لنعرف مشكلة كثير كبيرة ممكن أكيد دكتور. يمكن هي القصة كثير مهمة، إنه ممكن تكون أيضا الرائحة الكريهة بالفم هي كمان مرتبطة بأمراض تانية ما لها علاقة يمكن بالتجفاف الفم. بدنا نذكر مشاهدينا إنه الأرقام عم تظهر على الشاشة هلأ للتواصل إذا بيحبوا يشاركونا بالموضوع. بدنا نسأل كيف في الصائم يحل هالمشكلة؟ يعني بتتباين الآراء بين إنه الواحد ينظف أسنانه الصبح مثلا إذا كان صايم، هل بيفطر أو ما بيفطر، ما بعرف كيف العادات الصحية للمحافظة على الأسنان طبعاً. لازم تكون بشكل. هلا الحل الرئيسي لرائحة الفم إنه يراجع طبيب الأسنان، لأنه هو هذا أسهل مشكلة من رائحة الفم. عادة نحن عندنا بعض الأسباب اللي داخل الفم اللي ممكن تعمل هاي الرائحة الكريهة، اللي هي مثلا نخر بالأسنان، اللي هي التهاب باللثة، اللي هي درس عائل عم يطلع، اللي هي أحيانا شقوق باللسان بيتخبى فيها الأكل، اللي هي أحيانا سطوح ملاصقة بين الأسنان عم يدخل الأكل وما عم ينظف المريض بشكل حقيقي أو صحيح لسبب أو لآخر، فراغات بين الأسنان، ما عم يستخدم الخيط. في كثير أسباب، هي الأسباب مو متعلقة فقط بالصيام، ولكن الصيام عم يضوي عليها أكثر بسبب التجفاف وبسبب قلة إفراز اللعاب نتيجة قلة المي. فإذا نحن استثنينا كل هي الأشياء اللي داخل الفم، معناتها بدنا نروح على مشاكل أخرى ما لها متعلقة بالتم، مثل لو فرضنا أحد الأشياء اللي ممكن تعمل ريحة فم كريهة، اللي هي بداية أو خلال الفشل الكلوي، أو أحيانا ارتفاع نسبة الأمونيا بالدم، يعني مشاكل متعلقة بالكبد. طبعا هي مشاكل كبرى، يعني هي شغلة كثير كبيرة، بس في شغلات صغيرة ممكن تعمل هالمشكلة، التهاب بالعوم، التهاب عصبات، أحيانا التهاب رئتين، أشياء العلاقة بالجهاز الهضمي، التهاب متعلقة بجهاز التنفس. فما يعني أنا ما بنصح انه احد عنده هيك مشكله انه يتجاهلها ويقول هي بسبب الصيام، لا، الصيام علاقه بسبب الصيام، انت عندك مشكله حقيقيه بس انت ما كنت حاسس فيها واللي حواليك ما كانوا حاسين فيها، لانه انت كنت تستخدم لو فرضنا اشياء بتعطر رائحه النفس وبتغطي عليه. نعم. كمان دكتور اليوم عم نحكي عن ساعات طويلة من الصيام، يمكن ما يلجأ دغري المريض لطبيب الأسنان، ممكن حضرتك أو الطبيب دائما ينصحه ببعض يمكن الخطوات الأولية بين ما صار يقدر مثلا يروح لعند دكتور الأسنان، شو هي الخطوات اللي ممكن يستعيد عنها قبل المعالجة؟ تمام. نحن فينا نعتبر بهيك مشاكل إنه أحيانا بيكون العلاج هو التشخيص، يعني كيف؟ يعني إذا واحد قال لي هيك بقول له أول شيء لازم أول ما تفيق تفرش أسنانك، لازم بعد فترة بعد الفطور تفرش أسنانك، بعد السحور، بعد
ما يتسحر قبل ما ينام انه يفرش اسنانه، لانه ترك بقايا ممكن هي لحالها تكون هي سبب لانه يعمل هالمشكله كلياتها. فاذا بس بفرش هاي الاسنان راحت المشكله، معناتها شخصنا المشكله وعالجناها، يعني التشخيص اجى بالعلاج. هلا اذا الاجراءات يعني، وطبعا اليوم نحن انا مو غير مؤهل انه اعطي فتاوي، بس اكثر من مره قريت وسمعت انه فرشايه الاسنان ما بتفطر. فهي مشكله كبيره، يعني المفروض انه نعرفها. هي اكيد ما بتفطر، بتفرشوا اسنانكم بتعمل حاله من الاحراج فعلا كبيره اكيد. ومثل ما قال الدكتور فرح يمكن تكون مرتبطه بامراض ثانيه كمان تسبب مشاكل على المدى اذا تجاهل الواحد كمان. كمان دكتور خلينا نحكي، يمكن في عادات بتعرف عن السوريين، اللي بدخن، اللي بيأرجل، اللي بيشرب كثير منبهات، بعد يعني حتى انه على السحور لاخر لحظه بيكون عم بدخن اخر سيجاره مثلا او اخر، هي القصص كمان بتساعد انه يكون في اكيد اكيد. احنا النيكوتين بحد ذاته هو مضيق للشرايين، هو بيخفف ضخ الدم وحتى اللعاب بيعمل اشفاف يعني. فهذا لحاله بيساعد على انه يزود المشكله ويسرع ظهورها يعني. بحد ذاتها هي الشغله ممكن تخلي يعني انه اذا بدها تبين الرائحه مثلا بعد ساعتين التدخين بخليها تبين بعد خمس دقائق. فبنصح انا برجع وبقول بس يعني قبل بعد السحور، حتى ما زال هي ما بتفطر فينا حتى بعد ما يأذن يعني بعد الامساك وبعد كل شيء، فرش اسنانه وينام كثير بيوفر على حاله. اذا كانت المشكله مثل ما حكينا من داخل الفم، اذا من خارج الفم لازم يلاقي السبب ويعالجه. نعم يعني زلم مثل ما عم نشوف انه هي المشكله يمكن على بساطتها الا انها بتسبب كثير من الاحراج بالنسبه للصائم وازعاج بالنسبه للاشخاص المحيطين بالشخص، فدائما بدوروا على علاج بدءا من المنزل وانتهاء بطبيب الاسنان اللي نحن دائما او اغلب الاوقات بنتركه يمكن لاخر مرحله لحتى نحن نستعين بالطبيب، ودائما بينصح انه الاغذيه هي تكون السبب الرئيسي للعلاج والخطوه الأولى. فشو رأيك دكتور أنه نحن دائما الغذاء يلي بيفوت على معدتنا يكون هو العلاج، الخطوة الأولى بالعلاج؟ ممكن هذا الشيء يكون صحيح، وخصوصي إذا نحن استخدمنا الأكل اللي فيه كثير ألياف. يعني بالنسبة لنا كطباء أسنان نحن الأكلات اللي فيها ألياف كثيرة تعتبر نوع من أنواع فرشاية الأسنان خلينا نعتبر. فينا بشكل عام انه نستغل هاي الاشياء خلال الفتره اللي نحن طايقين فيها، يعني بين الوجبات نستخدم تفاح، ناكل خيار، جزر، كل هذا الشيء منه الالياف الكثيره بتعتبر فرشاه اسنان، ومنه بنفس الوقت نستفاد من انه هي عم تعمل مساجات للثه. مشاكل اللثه بحد ذاتها كمان خلينا نحكي مثل ما قلت انه يمكن السلطات اللي المواد الموجوده فيها ان كان نعنع ان كان خيار ان كان مثل ما قلت هدول القصص المفيده او الفريش بيقولوها للتم، فيمكن هي بتساعد كمان شوي على ترطيب الفم وايضا انه منع الرائحه الكريهه. اكيد، بس هو الفكره كمان انه شوي الفتره اللي عم يكون فيها الانسان مو صايم شوي قصيره، يعني عم ياكل على الفطار وعم يتقل وعم يروح للاخير على الفطار، ودسم يعني ما تزعل مو شيء خفيف دسم، فما عاد له قدره ياكل الاغذيه المفيده والاغذيه اللي بين الوجبات. خلينا نقول بدنا نشوف يعني حكينا دكتور عن الأطعمة اللي بتنصح فيها حضرتك، خلينا نحكي عن الأطعمة اللي خلينا نبتعد عنها نهائيا، وفينا نقول انه هي كثير بتسبب رائحة فم كريهة، ممكن حتى ممكن ما تروح بفرشاية الأسنان قد ما كان الشخص نظيف على أسنانه. هلا بشكل يعني كغذاء كطعام ما فينا نعتبر في شيء ممكن هو يأثر. نعم. الفكرة لما بيكون في عنا نخر فهو مثل مغناطيس على جوات التم عم يجذب أي نوع من أنواع الأكل، فهو بيجذبه بياخذه بدغري بيتخمر وبيعمل مشكله، فبدنا نحل المشكله الاساسيه. بس فينا نقول التدخين والمنبهات هذول ممكن يكونوا هن الاشياء اللي بننصح انه يخفف او يبعد عنهم، بس الطعام كل شيء شغال. الف صحه وانا اكيد دكتور معنا يمكن فرح اول اتصال. الو مرحبا، رمضان كريم. الو صباح الخير. صباح النور، هلا رمضان. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. اهلا وسهلا فيك دكتور. بس حابب اسال الدكتور عن الام اللثه، واحيانا بصير في مثل حكه باللثه، فهي دلاله على شو لازم الخطوه الاولى للعلاج؟ تماما.
خلينا نعتبر انه لسه هي اول خط دفاع مثل الجلد. كيف نحن الجلد هو الخط الدفاع الاول لنا من البكتيريا والجراثيم المنتشره بالهواء، نفس الشيء لسه هي خط الدفاع الاول، مشان هيك هي اكثر حدا بيصد الهجوم تبع البكتيريا على جسمنا. لسه فينا نعتبرها كمان مرآة للجسم، مجرد انه الانسان يمر بمشكله على الصعيد النفسي، ستريس، على صعيد مثلا قريب او اي شيء، يعني على الصعيد الصحي اي شيء بيخفف المناعه، فبتصير هي ما عندها قدره تدافع على كميه البكتيريا الخلايا الموجوده في الدم، فبصير في التهابات. هي التهابات بسيطه، ممكن مثل ما المشاهد سال انه نحن بتبدا بحكه، بتبدا بنزف بسيط، بتبدا بمشاكل، فهي التهابات لسه ما لازم نحن انه نطنش موضوع الالتهابات لسه، لانه ممكن تؤدينا لمشاكل كبرى فيما بعد. لسه في بتتعامل مع هاي المشاكل مثل اي نظام دفاع بجسمنا لا ارادي، يعني نحن بنكون قاعدين مثلا لسبب من الاسباب تجي ايدك على مصدر حراره سخن مثل الصوبيا بتسحب، نفس الشيء لسه اذا لقيت انه الانسان عنده مشاكل، لنفرض قلح متواجد على الاسنان واعطت مشعرات مثل المشعرات اللي ذكرها الاخ المشاهد، انه مثل التهاب لسه بسيط وما قدر الانسان او طنش او ما عمل ولا شيء، فهي بتاخذ اجراء خاص فيها وبتتراجع، فبتلاقي لسه تراجعت، الاسنان كشفت، صار عندنا مشاكل مشاكل اكبر. فمشان هيك علاجها كثير بسيط، مراجعه طبيب الاسنان، طبيب الاسنان ممكن يعمل تنظيف للاسنان فقط، يتخلص من طبقه الجير خلينا نعتبرها اللي هي موجوده على سطح الاسنان، اللي هي بيئه حاضنه للبكتيريا، بتستقطب البكتيريا لانه هي سطح خشن تتخبى جواتها، هي البكتيريا بتاخذ الاكل اللي نحن بناخذه وخصوصا المواد اللي مثل الكربوهيدرات، يعني المواد اللي فيها نسبة عالية من النشويات، وبتحولها فيما بعد لطعام لها وبتفرزه كفضلات. هاي الفضلات ممكن كمان تدوب سطح السن وتعمل شيء اسمه النخر. فنحن بحاجة انه ننظف الاسنان من هاي البكتيريا ومن هاي الاشياء اللي قاعدة على الاسنان، مشان نخلص من التهاب اللثة، ومشان يكون نوع من انواع الوقاية للمشاكل اللي ممكن تصير كنخور بسبب تواجد هاي البكتيريا. ان دكتور بتجي اهميه المراجعه الدوريه لطبيب الاسنان حتى لو كانت الاسنان سليمه 100%، لانه دائما يمكن في فضلات رسوبات على الاسنان، بينصح كل طبيب انه يكون في فتره زمنيه يمكن تختلف بين كل دكتور والثاني، انه دائما هي الترسبات ننظفها عند الدكتور، فقديه بتنصح بهذا الشيء؟ هلا هذا الموضوع جدا مهم، انا بعتبره هذا واحد من اهم الاشياء اللي بنحكي فيها بشكل دوري وبشكل يعني متكرر كثير. مشكلة طبيب الأسنان إنه هو ما إنه مثل الطبيب البشري، ما إحنا مشكلتنا وقت اللي بيوصل المريض عنده وجع معناته هو بنهاية المشكلة مو بدايتها. عم يأخذ من حاله أدوية، صاير يعني صاير دكتور المريض، إنه بيأخذ مسكنات وأدوية. هي كارثة لحالها، بدها حلقتين يمكن على موضوع الأدوية اللي عم تصير وعلى جارتنا قالت لنا وبنصحك وكذا، لا هي كارثة. بس نحن عم نحكي بشكل عام، إذا الواحد لا سمح الله وجعته عينه، فبتجعوا انا براجع طبيب العينيه بيعرف انه المشكله ببدايتها، وقت اللي بيجعوا اي شيء بجسمه بيراجع بيكون المشكله ببدايتها، والطبيب الاسنان بيجعوا سنه وبيراجع معناتها بنهايتها، اما سن انضرب العصب تبعه صار بده يسحب عصب او صار بده قلع او صار بده هيك. فالمراجعه الدوريه هي للاستباق، مثل حرب استباقيه، انه بنقول للمريض انه هون عندك نخر، هذا النخر كثير كبير لازم تعالجه قبل ما يوصل العصب، قبل ما يعمل لك مشكله، بالاضافه لانه نحن بدنا نعمل التنظيف ونتخلص من هالمشكله. ال 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 الزمن الوسطي اللي بنقترحه على اغلب المرضى هو 6 شهور، بنقول له كل 6 شهور لازم تراجع الطبيب، تعمل تنظيف وتعمل تشيك اب. هلا في ناس بيكون لعابه زياده كلسي في او عنايتها ما انا كثير جيده، بنقول لهم كل 3 شهور، في ناس بيكون عنايتها سوبر وكثير منيحه، بنقول لهم كل سنه، فهدول بنشتاق لهم. بس الوسط ما في مهرب بس من دكتور لسنا، ما في، مستحيل. اكيد دكتور، يعني بنتشكرك لوجودك معنا، ويمكن طرحنا موضوع مهم بهم كل الصايمين هلا، خاصه هي المشكلات مثل ما نوهت عنها ممكن تكون مرتبطه باشياء اكبر، فان شاء الله كل اللي استمعوا لك يكونوا استفادوا من هالنصائح. ودائما بنقول تنظيف الاسنان ويراجعوا الدكتور طبيب الاسنان دائما بشكل دوري مثل ما 100%. شكرا لك دكتور، اكيد بدنا نستقبلك بحلقات جايه. شكرا لك، بتشرف انا.